عودة معكم مشاهدينا عبر نور جديد ضمن برنامجنا الصباحي المباشر من نور الشرق. بحييكم مشاهدينا على أمل يكون هاليوم يوم أمل ورجاء جديد بحياة كل شخص منا. اليوم بنعيدكم بعيد الطوباوي الأب يعقوب الكبوشي المعترف يلي ولد ببلدة غزير بواحد شباط سنة 1875. ترعرع بعائلة تميزت بالتقوى ومخافة الله. رح نشوف اليوم فقرة السوشيال ميديا شو بتخبر عنه، بنرجع منتابع. بهالصورة بتقول: الرب ملأنا بروحه القدوس، ملأ نفوسنا نعما، أحيا أرواحنا وأشعل نفوسنا طهرا، فجعلنا شفافين نحاكي ضياء الفجر إشراقا والتماعا. لا يكف أبدا روح الرب عن الالتفات إلينا، يهدينا إلى الفرح الأكبر وإلى بهجة الخلاص. من أقوال الطوباوي أبونا يعقوب الكبوشي. نبدأ مشاهدينا فقرتنا الأولى ضمن نور جديد عبر نور الشرق مع ضيف هو من أهل البيت، من أهل عائلة تيلي لوميار وكل عائلتها الإعلامية. هو يعني حائز على شهادة دكتوراه من جامعة ستراسبورغ، رئيس دائرة الإعلام في مجلس كنائس الشرق الأوسط، أمين سر اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، كاتب ومفكر منفتح على حوار الأديان والحضارات، رئيس جامعة الروح القدس الكاثوليك سابقا، عميد ومؤسس كليات الهندسة والفنون الجميلة والزراعة والأداب سابقا في جامعة الروح القدس الكاثوليك أيضا، ومعهد علوم البيئة ومعهد التمريض، حائز على وسام الدولة الفرنسية من رتبة فارس، وعلى وسام السعفة الثقافية للدولة الفرنسية، وحائز أيضا على جائزة كمال المر، وعضو شرف في المكتب العالمي للصحافة الكاثوليكية. إنه الأب البروفيسور يوسف مونس. أهلا بكم أبونا، شرفتنا. صباح الخير رانيا، ممنونك على المقدمة والمقدمة الحلوة، وأنت عم تعدي شو آخذ وشو عامل، صرت عم فكر أمتي أنا عاملهم كل هالشغلات وكيف قدرت عملتهم. يعني هيدي كنوز الكنيسة اليوم أبونا مونس، واليوم بدنا نبارك لك أيضا يعني على هالكتاب المؤلف ثمرة أفكارك الجديد أناشيد حياة، يلي اليوم محور حديثنا رح يكون حوله. بالحقيقة رانيا، أولا أنا خليني أشكركم وأشكر تيلي لوميار وأشكر نور الشرق على هالاستضافة. يعني هذا الكتاب هو سيرة حياة، لكن بطريقة خاصة، مش بطريقة كرونولوجيك يعني زمنية وراء بعضها، حدث وراء حدث. كتاب معاناة لكن مليان فرح ومليان رجاء، يعني لأنه ما بين المعاناة اللي عبرت فيها جسديا، قلبي انفقش وانكسر وعمليات وهذا، وأنا هلأ موجود سلامة هون. قلبك أبونا الله يخليكي، وبين الأزمات الكبيرة اللي مرقنا فيها، أزمة لبنان الكبيرة والمرحلة كنت بعدك ولد، مرحلة الحرب الأليمة جدا، مرحلة الكاثوليك وأزمة الكاثوليك الكبيرة إلى أول ما إلى آخر، تقدرنا أنقذنا المؤسسة، مراحل عديدة مرقت فيها طبعتني، وهيدي اللي أنا ذاكرها. لكن بالحقيقة اللي طبعني أكثر شيء هو البساطة الرهبانية، لقائي ببعض الرهبان الكبار متنسكين أو فلاسفة كتير كبار مثل الأب ستيفن سقر، أو متنسك تقوى المحترم جنيد السركيس من الشبانية بتاعت فيه بالكحلونية، أو سواه من الناس البطرك صفير بعمقه بتفكيره بصلابته بطران أبو جودي. هودي الأشخاص اللي التقيت فيهم شعراء بين سعيد عقل والرحابني وسواهم، يعني مشواري
كان همي الكبير انه احمل تراثنا المسيحي وتراثنا الماروني خاصة من البساطة والزهد والثقافي والريادي. كنت بالعالم، كنت خارج العالم يعني. دخلت الإعلام ما كنتش بعدك خلقتي يعني. كنت أرجع من التلفزيون من تلاليبان من بعد ما أعمل برنامج مباشر وفرقة من الكاسليك مباشر، كله مباشر مدة تقريبا شي 30 سنة. يركعوني على الميدي، كنت بعدني فرير، لحتى إنه عم بعمل شي سيء عاطل، ويطعموني خبز ناشف ومي وملح لحتى فل من الرهبنة. وما زبطت شو بدي أعمل، وبعدني مكمل بهذا استوديو يعني. كمان الله يرد عندك ويكفي مشوارك الإعلامي اللي أنا بحبه بهدوئك بذكائك بلطفك. بلشت هون أفيش سقف منا، أفيش حيط، تنزل المي علينا، كاميرا ما بتنزاح، نهرب نحن ونحمل الكاميرا، زمامير السيارات بالباركينج لحقتنا وفيتي لهون. اليوم الحمد لله كبرت مثل حبة الخردل ونميت يعني. اللي عملوها كانوا مجانين، كنت أقول عنهم أنا مجانين الروح، وحبة الخردل أصبحت شجرة عظيمة عمال منتفيها كلنا بظل الأقنية الكبيرة. نشكر الله أبونا يعني مدميك ورا مدميك. اليوم الرسالة بتكمل، ودايما الإنسان الطموح والشغوف بيوصل إلى أعلى المراتب بتعب وكد وسهر الليالي. خلينا نحكي عن هالكتاب أناشيد الحياة، هو أي رقم؟ هل هو العاشر فينا نعتبر؟ تقريبا العاشر يعني. كان كتابي فينا نتذكر معك أبونا قد ما بقدر أتذكر يعني. خلينا نقول كمية من المسرح 34 مسرحية كتبت ومثلت بالتلفزيون ونشرت وطبعت، أنا كاتبها وأنا مخرجها وأنا لاعبها وأنا مقدمها مع فرقة الكاسليك العظيمة اللي كانت بهيك الأيام. بيرجع بعدين كتاب بين البطولة والقداسة، وقلت أنا البطولة مش بس إنك تحمل سلاحك وتروح على الحرب، انه ام تربي مثل ما انت عمال بتربي، عندك ولدين الله يخليهم، بقى تربي الام هيدي بطوله كتير كبيره، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عم بنقوا ومش عجبتهم الدنيا وبدها تلحقهم وبدها تلبسهم وبدها تطعميهم وبدها تعلمهم، بطوله كل يوم المخفيه اللي ما حدا بيعرفها. وصلت الى مرتبه القداسي، والقداسي بالخطوط الكبيره مثل مع شربيل، مار شربيل اللي أنا حبيته ومثلت له فيلمه، وهيدي أنا القصة بنحكي عنها. طحني مار شربيل بفيلمه وقت اللي كنا عم هلأ بحكي. تاني نعم. شغلي مع رفقة الراهبة التي أعطت الرب عينيها، مع الفلاح الأخ استفان بمساسه كان يرعى البقرات ويتقدس ومقصر شحالي بالكرم، مع أبونا نعم الله، مع أبونا يعقوب اليوم عيده أنت بلشت فيه وعمال من عيده يعني. هذه مرافقة أنا سميتها مرافقة بولوسية تركت انطباع كتير مهم بحياتي يعني، عدا عن مرافقة سياسية كتير كبيرة يعني كنت فيها مع شخصين مهمين، الرئيس الياس سركيس الله يرحمه والشيخ بشير جميل كمان الله يرحمه، كانوا أصدقائي وكنت معهم يعني، وشوش عدينتهم شو اللي عمال بصير وشو اللي لازم نعمله يعني. مشوار إذا بدك ضيعة، مصوين الضيعة ملفلفين بهالشالات وجايين بهالتلج على عيد الميلاد، ونحن أولاد عم نركض على التلج، قامات التلج متر ونص بالشبانية نام على التلج لحتى نعمل درب ليسوع اللي جاي على الكنيسة تميضيع من الميدان حد بيتنا للكنيسة قلت يوصل تميضيع لأنه يسوع جاي يعني. بهالضيعة الصغيرة اللي فصول السنة مقطوعة فيه، الشتاء له وقت، الربيع له وقت، الخريف له وقت، الصيف المعاصر، الكروم، الغلال، البيادر،
الشتي هدير الأنهار، نهر الدم يصير النهر أحمر، الربيع والزهور اللي حواليها اللي كنا نجمعها لدفن المسيح، نركض نخزق ثيابنا نطلع على هالصخور العالي ونخاف نوقع. هل بعد هالذكريات موجوده اليوم ابونا؟ لا أبو لا ما عاد. شو اللي ضمحل منا يعني؟ شو اللي تغير؟ راحوا صاروا بيشتروا زهور من عند الدكانجي يعني، بينما نحن اذا بدك ما قبلنا زهره من هون او من هون، زهره لنقطفها نحن بدنا نقدمها ليسوع. للسبب اذا بتلاحظي بالكتاب مسمي كل انواع الزهور، كل انواع الطيور، كل انواع المعابر، الصنوبر، الصنوبر يكلخوا الثلج ويطقطق هالاغصان بالشبانيجي، تنكسر اغصان الثلج وتنزل وتوقع. ايام الثلج ايام عبور الطيور، الطيور العابره، ايام المعاصر والزرائط والكبابير. شغلي مهمة عشتها بكل إيقاع فصولة. أبونا عم نشوف تقريبا أربع فصول بأناشيد الحياة. الأول نشيد القرية والجبال، نشيد الثقافة والعلم، نشيد الحرب والموت والقيامة، وأخيرا نشيد الغربة والرحيل. خلينا نبدأ بالقرية والجبال. كنت عم تحكي عن هالبساطة، هالبراءة الطفولة، هالاستعداد للمشاركة بالقداس، استعداد روحي داخلي، كل الضيعة تتشارك بفرح تحت التلج، توصل على الكنايس. بعد هالذكرى محفورة عشت. الله يرحم أمي، وإذا أهلي ماتوا الله يرحمهم والطيبين الله يخليهم، عشت وعشت بجو بفيتها الكنائس. سيدة الشبانية سيدة كتير كبيرة وعالي، كان اركع قدامها تصلي، اهلي ركعوني وكبرت. نعم. وبس خلصت الحرب جابولي صورة السيدة على الكسليك لحتى نرممها، صورة شي 4 متورة ب3 متورة. بقى وقت اللي عم نطلع الصورة طلعت فيها لقيت وجهها منمش، السيدة المنمشة. ما بتلاقي بكل تاريخ الايكونوغرافيا حسب معلوماتي بالصور عذرة منمشة الوجه، السيدة المنمشة الوجه. قضيت طفولتي قدامها وصلي لها، وبعدها لليوم بحبها وبصلي لها، وما قدرت لقيت عذرة لا بجمالها ولا قدرت حبيت عذرة قد ما حبيت سيدة الشبانية، السيدة المنمشة الوجه. حد كنيسة السيدة في كنيسة مرجاليوس، كنت بس روح على الكنيسة يصير صرخ صرخ على مرجاليوس انه لوين اخذ الحصان على تم التنين على تم الوحش، بعد اجرين الحصان عن تم الوحش. وقد ما صرخ يطلعوني اهلي برات الكنيسة، ما كنت ارتاح الا لحتى اقول له اوعك اوعى يكدشوا التنين لاجرين الفرس. نقطع من هناك رايح على المدرسة. هل براءة الطفولة كانت طاغية بوقتها؟ كتير. نقطع من بيتنا على المدرسة في مليس، ساحب سيفه بده يضرب، وأنا والد خاف يفلت سيفه من إيده على طريق المدرسة يعني. قبل ما أوصل للكنيسة اتحمى وأركض هريبة حتى ما يوقع سيفه من إيده ويجي يضربني ويشطبني. أوصل على مرتقلة، يوم من الايام امي اخذتني على العيد، بقى ضابب الي ورا ظهري انا مثل كل الاولاد. شو طلعت امي شو بوصاب يضابب الي ورا ظهره؟ قالت لي شو بك شو معك؟ قلت لها شو معي؟ ما معي شيء. قالت لي مبلا هات ايديك. سحبت ايدي حامل قضيب. قلت لها شو جايب القضيب؟ مش جايب شمعه معك؟ قلت لها هذا القضيب بدي اضرب فيها والسباع اللي عمال بيعضوا لها اجريا للديسي تقلا، هلا بياكلوا ليهم، بدي هربهم عن الديسي تقلا. عشت بهذا الجو، عشت بدي القط القمر. بيتنا تحت جبل الكنيسي، جبل ثلج، جو المدافع. أبونا بتقول إنه أشبينية بلدة الرهبان والعلماء والرؤساء، وهي بلدة الرئيس إلياس سركيس، هذا الرئيس الكبير
شهيد حبه للبنان، شو أعطتك شبنية برجالاتها مثلا بدي اسميهم بصير بخاف انساهم وسمي ناس وانسى ناس، بس مثلا عندك من اوائل الاطباء الجراحين دكتور ياسر العقليني، من اوائل الاطباء، من كبار القضاة الدكتور انيس رعد، من كبار الرؤساء الرئيس الياس سركيس ابن التواضع ابن البساطة، من كبار الرهبان الراهب الأب العام المحترم جنيد السركيس، ما بدي بقى أسمي أكثر من هيك، ما انسى ناس بالعسكر مثلا صديقي الجنرال منير طرباي وسواه، هودي دروز من غرشان كان بيتهم حد بيتنا، يعني هالقد كان جو الألفة والتعايش، ربينا بالتعايش، ما عرفنا بقى، أنا ما كنت أعرف فرق بيناتهم، ما كنت أعرف إلا أسأل أمي شو الفرق بين هذا رفيقي الدرزي وأنا الماروني، تقول لي بكرة بس تكبر بتصير تعرف، ولا يوم حكيونا بتنوع إلا بالتنوع الطائفي والحب لبعضنا البعض، عمائم المشائخ الدرزية كانت تسحرني، أمطار طرحات النسوان الدروز، كنت أنا بالكسليك على الراديو دائما عندي برنامج على صوت لبنان، قل لهم جاي عيد مارجيريوس، روحوا مسحوا تراب مارجيريوس وشبابيك مارجيريوس بطرحاتكم، ويطلعوا ينظفوا الكنيسه بطرحاتهم ويدووا شمع، يعني هذا السحر من هالضيعه عشته انا، اهلا سحروني، بيتنا على قبل الكنيسه بشي 20 متر، حضرت مرور جميع التوابيت والموت والندب والحوربي، وبيتنا يمروا قدام كل عرايس الضيعة وطرحاتهم الجميلة، إذا بتطلي على الغرب بتلاقي درب المقابر والمقابر تحت بيتنا، بتمد إيدك بتسلمي على المقابر، وإذا بتطلعي صوب تاني ميل بتلاقي جبل الكنيسي بوجهك، يعني جبل الكنيسي جذبني لأنه كان يطلع القمر منه، ويوم من الأيام قررت بدي ألقط القمر، حملت سلة وبدي أزمط من الشباك كما شتني أمي، بتلاقيها بالكتاب، قالت لي لوينك رايح؟ بهالليل؟ قلت لها مش رايح محل، قالت لي مبلا لوين أخذ السلة؟ هاي منجيب فيها عنب ومنجيب فيها تين، قلت له لا طالع ألقط القمر، بدي حط السلة على تم الجبل وبس يطلع القمر فوتوا اجي لقطي، قلت لي أبونا هذا مش لإلنا القمر، القمر لكل الناس مثل ما بتغني فيروز، وإذا بتريد أنت يكون قمر الناس ضوي عليهم بمحبتك وبلطفك وبتواضعك وببساطتك، ضوي العقل وضوي القلب، وضليتني ضوي بعقلي وبقلبي كل الرسائل. شو حلو، رح ننتقل للفصل الثاني بنشيد العلم والثقافة، يعني برحاب الرهبانية بالكاسليك كمان بتضم هالمعلومات الشيئة بكتابك أناشيد الحياة أبونا. للحقيقة تركت الشبانية وجيت لوين؟ على وكر العلم ووكر الثقافة الكاسليك. وكانت صدمتي كبيرة، هالعمار الأصفر الحلو، هالعلم الغزير اللي أنا بعدني ما بعرفه وعمال بلتقي فيه، والتقيت يومتها بالعلماء الكبار إسفين صقر، جورج صابر، بطرس الأزي، لويس خليفي، كل العلماء الكبار يعني مهمين، أبيتي بولس نعمان، أبيتي حنة تابت، علماء فيض علم، أبيتي لويس خليفي، أساتذة لاهوت، أساتذة أدب، أساتذة فكر، شعراء، أساتذة تاريخ. ساعتها أنا قررت أني بدي يكون عندي هذه المرافقة بالكسليك العلمية، وقررت أني طالع، صرت طالع تقريبا ما يمر علي جمعة مش كون قاري كتاب، ما تسأليني شو مش قاري، قاري كتب قد ما في بشعري قد ما في براسي شعر، اقرأ واختصر وهي دعوة اليوم أبونا لكل شخص، نرجع للكتب لريحة الكتاب، ما في شيء غير الكتاب، مش بس الكمبيوتر، مش أنا بتمنى أنه يكون أعرف قد ما بيعرف أولادنا على الكمبيوتر،
لكن بالحقيقة حفك على الورقة، حفك على الكتاب، حفك على القلم. هيدا هو اللي بيعطي الشعر وبيعطي الصلاة. وإذا بتلاحظي أنا كاتب صلواتي بترددات، أولا انطلاقا من الكتاب المقدس. أنا سحرني الكتاب المقدس وكنت بدي أكتب بجمالية الكتاب المقدس. شو عملت؟ حفظت سفر أيوب كلمة وكلمة عن الغيب، حفظت كتاب نشيد الأناشيد كلمة وكلمة عن الغيب، حفظت مراسي إرميا كلمة وكلمة عن الغيب، حفظت كل الكتابات الهائلة. ورجعت بعدين اكتب، ركز أولا على الكتاب المقدس، ثانيا على العقيدة الدوغم الفكر اللاهوتي، ثالثا الأباء، أباء الكنيسة، أباء الشرقيين والأباء الغربيين، رابعا معاناة الناس. للسبب بتلاحظي بمعظم التراتيل اللي أنا بكتبها سطر بتغرقي فيه بالكتاب المقدس، السطر الثاني باللاهوت، السطر الثالث بعقائد الكنيسة، السطر الرابع بمعاناة الناس. هودي شغلات طقسيا بدنا نفرق يا رانيا بين الترنيم المقدس والأسرار في الترنيم. يعني وقت يكون في عنا سر ما فينا نزيد على السر قصايد من عنا، يعني ببلش القداس ببلش سر القداس، بالزواج رتلوا قد ما بدكم قبل الزواج، لكن متى ما دخلنا رتبة الزواج هوني بقاش فيك تقول كلام ولا شعر خارج رتبة الزواج. من هون بدنا نفرق بين الشان ساكري الشان ريليجيو، الغنى الديني والغنى الأسراري المقدس. خالطين اليوم كلهم ببعضهم، بقاش نعرف شو أسرارية السر، شو القداس، شو الزواج. بس مين مسؤول يعني بداخل الكنيسة؟ مش الكاهن مسؤول؟ أولا خور الرعي المسؤول، خور الرعي مسؤول مباشرة. يعني وأنا كأستاذ لاهوت معلم 46 سنة وشارح لهم وقايل لهم، لكن وقت اللي بتجي العروس بدها لا بقى في الخور يقول له ولا بقى في العريس يقول له، وما بدنا نتقاتل معهم يعني. أبونا مونس، خلينا ننتقل على مرحلة الانفتاح على الثقافة العالمية بستراسبورغ. شو أعطتك ستراسبورغ؟ وبعرف هالمحطة كانت أيضا صعبة جدا لما وصلت على ستراسبورغ. موضوع أنا وفاة والدتك الله يرحمها سنة 71 هيدا اللي عم نقوله. نعم، ويومتها كتبت لها قصيدة علمتني أمي اللي بغنيها نقول القصة، يمكن بتعرفيها. نعم بقى. طلعت انا من جو لبنان، ما في شيء بلبنان، وصلت بالطياره على فرانكفورت بالمانيا. نزلت من الطياره صدمتني اللغه، انا بعرف شويه فرنسي وشويه انجليزي، احكي ما حدا يفهم علي الماني. بدي اقول لهم وين بدي اروح، بدي اروح على محطه الترين، ما كنت اعرف احكي. تاري ترين اسمه تسوك زد اي جي، فحتى بالاخر الله ستر وطلعت بهالترين. وتعرف وين بدك تنزل؟ مشي الترين من ستراسبور رايح انا على مدينة فرايبور على الجامعة وعلى كلية اللغة الألمانية. ما كنت اعرف وين بدي انزل، ولا بعرف وين رايح ولا بعرف وين جاي. انصدمت خالص، لغة ما بعرفها، ارض ما بعرفها، ترينات ما بعرفها. هيدي كانت الصدمة الكبيرة. وجيت على الجامعة لقيت أن هناك علم له أول ما له آخر، مش عارف حالي شو بدي اختار. كنت رايح أعمل اختصاص فلسفي، اكتشفت علم الاجتماع، رجعت وقفت عن علم الاجتماع رحت على الانتروبولوجيا. والانتروبولوجيا شغلي صعبة، كنت بعدها مبلشي، بدي أعرف علم اجتماع، بدي أعرف فنون، بدي أعرف فلسفي، بدي أعرف لاهوت، بدي أعرف علم أديان. اضطريت أدرس كل هالعلوم هذه لحتى عملت علم الأنثروبولوجيا. والتقيت بالأساتذة الكبار، مثلا التقيت بجوليان فرويد اللي هو تلميذ ماكس فيبر. ماكس فيبر عامل علم الاجتماع
من أهم علماء الاجتماع يعني. التلمذ تاع تلميذ ماكس فيبر يعني. حلو. فاكنهايم أستاذ الدوغم واللاهوت بستراسبور تلمذت على تلاميذه يعني، والتقيت فيه بمماشي ستراسبور بالجامعة يعني، وكنت مسحور بجامعة ستراسبور. جامعة هالقد أعطتك هالفسحة من العلم والرقي والثقافة العالمية، المكتبة إنك تروح على المكتبة تقعد وتطالع وتجيب كتب، وعندك الأوبرا، اكتشفت الأوبرا. ما شغل ما عندنا شيء نحن منها يعني. هيدي بيسموها الصدمة الثقافية الكبيرة اللي أنا انصدمت فيها. حلو. بس الفرق إنه معقدتني، أعطتك وزادت إنتاجك الفكري، عملت شيء بنسميه اكلتوراسيون، أي المثقف، زدت على ما عندي من علم وفهم وثقافة يعني، وكملت شخصيتي بهذا العلم واكتشفت الآخر. اللي كنت اكتشفته بالشبانية مع الدروز، واللي اكتشفته ببيروت مع الأرثوذكس، واللي اكتشفته بألمانيا مع الآخر، وخاصة أني كان يومتها إلي الحظ أني بعدني أعرف هايدغر بعده طيب، كان بداية صغيري بالبافيير بشفارتسفالد، اكتشفت كل الآخر، الآخر المفترق واللي أنا بحاجة له لحتى أعيش وكمل تفكيري. ما في عيش وحدي بعملية نرسيس طلع بحالي هيك أعجب بحالي يعني. أبونا يعني الوقت كتير دهمنا، ولكن حابين نطلع يعني على هالمراحل بشكل سريع. يعني خلينا نشوف نشيد الحرب والموت والقيامة، يعني دايما في قيامة ولعت الحرب، ونحن كرهبان كنا مسؤولين عن شعبنا، تهجروا من الدمور، تهجروا من الجبل، سقط الجيش، سقطت الدولة، ما بأحلك ظروف لبنان، كل ظروف المرق فيها رحنا أنا كنا بالكسليك، تقبلناهم وسكنناهم، وأنا اليوم ساكن بمار أنطونيوس الكبير ببيروت بالسلام، بعد بشوف على الكراسي الشيخ بيير جميل، كميل شمعون، الأبيتي أسيس، الأبيتي بورس نعمان، أدوار حنين، روبير عبد الغانم. اخترب لبنان، احترق، لكن خلقنا روح مقاومة وروح رفض لحتى يضل لبنان. ماتوا عنا الشباب، يومتها أول شاب مات كان تلميذي يعني، كتبت قصيدتي المهمة بغنية غسان صليبة، أترك لي بندقيتي. يسألوني الشباب نحن فينا نقوس أبونا، نحن بدنا نقتل كيف؟ وبيقول الله لا تقتل، كيف بدنا نقوس يا عمي؟ أنتوا عم تدافعوا عن حياتكم مش عم تقتلوا. فرق كتير بين الدفاع عن النفس والقتل. عانينا بالحرب، سكروا كل الدنيا علينا وبدون يسكنوا شعب محلنا الفلسطيني. كان في المخطط كما يلي: أولا في إسرائيل أفكش تدق فيها بتقوم قيامة اليهود والعالم الأوروبي، في الإسلام أفكش تدق فيه بدقوا بالبترول وبيروح العالم العربي، مين بعد في حلقة ضعيفة؟ المسيحيين وخاصة الموارنة، أتهمون بكل السيئات، صفوا إنك ضحي فيهم شيء مقبول، وقرروا إنهم يضحوا فينا للأسف. لو لما نوقف على إجرينا ويموتوا ثلاث ارباعنا من رهبان، من شباب، من عسكر، ما بقينا اليوم قاعدين نحن وياك وعم نحكي. عم بختصر لأن وقتنا بلش يخلص. صحيح. رح ننتقل يعني النشيد الأخير بهالكتاب، نشيد الغربة والرحيل. كمان شو بيعطيك هالنشيد؟ وقت اللي أنا طلعت على سوريا قررت، كنت رئيس جامعة، ما فينا نطلع نضلنا بعلاقتنا مع سوريا بالأزايف والأنابل. طلعت قابلت بشار الأسد وقلت له تعا تنبني عملية ثقافية نحن وياك، قبل بالمشروع. رجعت لهون كانت قامة القيامة علي، أقلوني من كسليك، أقلوني. اليوم كلهم عمال بيرقدوا لهون ولهون ولهون. هيدا الشغلة صدمتني، وصدمتني كتير يعني. نزلت على الدراج وكتبت نص إذا بتشوفيه كسليك وداعا يعني، تركت تيابي وغراضي وكتبي وحملت حالي ورحت.
قعدت بجبيل بين المراكب بهالمينا الكبير يعني بجبيله شي 10 سنين تقريبا. وهونيك بلشت حضر مذكراتي يعني المراكب والأشرعة، المدينة المغسولة بماء الورد كنيستها وقت اللي حرروها غسلوها بماء الورد. وبعدين انتقلت على بيروت، أعادت إلي كل الذكريات الماضية. يعني أنا بجبيل كنت شوف مربوط روس مارق على الطريق، وشوف مربولوس مارق كمان من هيدي طريق الرسل. ببيروت بعدني بشوف أطياف الكبار بيناتنا، كاميل شمعون ببهائه بجماله، شرب القسيس بذكائه، بيير جميل بعظمته. يعني عشت مع ظلال هؤلاء الناس بهذه الغربة والغربة الكتير يعني. واليوم أنا متقاعد قاعد برواق، عمال بكتب وعم حضر كتابي جديد عن شيء بسميه المعية. حلو. إنك تكون مع، والمعطوبية إنك بدك تنعطب، قلبك بدون ينكسر، عينيك بدون يتعذبوا، دينيك بدون يخفوا، بدك تنعطب. يعني أنت إنسان كائن المعطوبية المعية والكيانية والمعطوبية والوجودية. حلو. ناطرين هالانتروبولوجية. إيه؟ ناطرينه هالكتاب. لكن إن شاء الله خلص، إن شاء الله دلني طيب تخلص. الله يطول بعمرك أبونا. أنا أعدد ذاتي إلى الرحيل، إذا بتاخذي القصيدة الأخيرة حالة. الله يطول بعمرك وتضل بصحتك هيك وبهالفكر المنور. بحب نختم بكلمة عن رسالتك بتلي لوميير ونورسات وعائلتها، يعني وصفتهم هيك بكلمة كتير حلوة بحب اسمعها منك. مجانين النور. يعني أول مرة اجوا لعندي على الكاسليك، يعني اجا الله يوفقوا أنطوان سعد، واجوا كلهم مع استاذ الكلاسي لعندي، قال بدهم يعملوا تلفزيون، وأنا ابن تلفزيون، شو معكم؟ أنا ما عنديش شيء، لا معهم حق كاميرا، لا معهم حق لمبة، لا معهم حق استوديو، ما معهم شيء. هيك بدهم يعملوا تلفزيون؟ يعني اخوات كيفك تعملوا تلفزيون؟ انتم مجانين. جون فايست الاخ نور بدها تعمل تلفزيون؟ قال ايه بدنا نعمل. وجيت على هالستوديو هذا هون، فوق منا ما كانش في سقف، شت الدنيا، نصير نزيح الكاميرا وانا زيح من تحت منها حتى ما ينزل علينا الشتي. هذا الحيط ما كانش موجود هون، زمامير السيارات يوصلوا لهون، نقعد بين زمامير السيارات وبين الشتي وبين كل القضايا. طلعت تلي لوميير حبة خردل عجيبة عجيبة، حبة خردل نميت وصارت هالتلفزيون. شو حلو. بيضوي بكل بيوت الناس. شو حلو. أبونا الأب البروفيسور يوسف مونس، مشكور جدا، وهذا شرف لنا نكون عم نستقبلك اليوم بهاللقاء المباشر حول أناشيد الحياة، أناشيد حياة اللي هي فصول حياة تدثرت بألوان المواسم التي عاش الراهب اللبناني الماروني كلا منها حتى الثمالة، بمزيج دقيق من روح المغامرة وملامسة عتبة التمرد، ولكن من دون أن يتجاوزها، من مسرح الطفولة إلى خشبة المسرح إلى الشاشة الصغيرة والفضية، فالمنبر الجامعي والأوساط والمراتب الأكاديمية الرفيعة، يستعرض الكاتب البروفيسور الأب يوسف مونس مراحل حياته وما رافقها من أحداث كمشاهد متلاحقة قدمها بأفضل ما يمكنه، وطبع كل مشهد منها بخاتمه الخاص حتى تكاد الحروف تسمع صوته الذي يعرفه اللبنانيون. قد ما نحكي أبونا بضل الكلام قليل عن كل الإنجازات يلي حققتها بحياتك. أهم إنجاز هالمقابلة اللي عملتيها يا رانيا وعملناها نحن وياك. أنا بشكرك على هدوئك، على إنك خليتيني أحكي ما قطعتيني. شغلي كتير أحيانا المذيع بياخد هو الدور وبيحكي، أنا شاكرك مذيعة رائعة ولامعة، وبشكر تلي لوميير. الله يوفقكم والرب يسوع يكون معكم. أمني وحيدة صلولي لا أقدر كفي هالليلة قبل أن أغيب وأن أرحل عنكم. الله يطول بعمرك أبونا، يعني خجلتنا بهالكلام، والرب دايما يبعث لنا هالكنوز بالكنيسة
أجمع، حتى دايما تكون هي مصدر النور والحقيقة والحق لكل إنسان. شكرا لحضورك معنا. شكرا رانيا، شكرا. مشاهدينا منتابع معكم نور جديد عبر نور الشرق، ولكن بعد هالفاصل.